السلام عليكم متابعاتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارككم فكره للغداء او العشاء. انا الاغلبيه كنديرها العشاء، كتجي لذيذه وسهله التحضير، فنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتابعوني حتى الاخير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. فاول حاجه غادي نحتاجوا كميه من البطاطس. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب حجم الصينيه اللي غادي ديروها. فانا هنا خديت 4 ديال الحبات ديال البطاطس، قشرتهم وغسلتهم ومن بعد قطعتهم رقيق. شحال ما رققتو شحال ما دغيا غادي تطيب لكم. فشديت كما قلت لكم هذه البطاطا بعد ما قطعتها، رشيتها بالملحه عينكم ميزانكم، درت لها شويه ديال الابزار او شويه ديال الفلفل الاسود صافي. وبديت كنخلط مزيان، خلطتهم مزيان وغادي نحطها على جانب. ما سلقناها ما والو، قلنا فقط قشرناها وقطعناها رقيقه. ومن جهة أخرى هنا عندي كمية من صدر الدجاج، قطعته إلى مربعات صغيرة. ديما أنا يا البنات من كنشري هكا الدجاج اللي كنفصل هكا للدار واللي كنديروه في الدواز، كنفصل وكنحيد دايما داك الصدر، كنخليه على جانب لحقاش ديما كيخليوه لنا في الماكلة، كنخليه على جانب ندير به هكا أكلات مغيرة. خديت هنا الصدر ديال الدجاجة، قطعته إلى قطع صغيرة، زدت عليه واحد البصلة مشلضة كما شفتوا، درته في واحد الاناء، درت عليه بصله مشلضه، غادي نتبلوه عاد غادي نشحروه. يعني غادي نتبلوه في هذا الاناء، غادي نزيد عليه واحد جوج معالق هكا ديال المعدنوس، جوج معالق كبار. المهم الصدر ديال الدجاجه واحد، انا درت صدر ديال الدجاجه كبير. غادي نديرو التوابل. فهنايا درت البنات الملح اللي كيبقى عندكم ميزانكم، درت شويه ديال الخرقوم او الكركم، ودرت شويه نتاع الثوم بودره الا كانت متوفره، الا ما كانتش متوفره خذوا واحد الضريس نتاع الثوم وحكوه. درت كذلك الفلفل الاسود، ودرت واحد المعلقه صغيره ديال الخل، وكذلك واحد تقريبا زوج معالق نتاع زيت الزيتون. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان، وشحال ما خليتو هاد الدجاج يترقد مع هاد التوابل شحال ما يجيكم لذيذ. وداك الخل كيخلي لنا داك الصدر ديال الدجاج كيجي فتي وكيدوب في الفم. فهنا كما شفتوا خلطت مزيان، فغادي نخليها ترقد شويه ونرجع معاكم. صافي وجدت واحد المقلاه، درت فيها فقط ملعقه من الزيت واحده، وحطيت فيها هذاك الخليط او هذاك صدر الدجاج اللي تبلناه، حطيته كله وغادي نخليه يتشحر مزيان حتى كيطيب تماما. هكا نشحروا فيه مزيان مزيان، يعني طريقه سهله. وممكن تعوضوا صدر الدجاج بصدر الديك الرومي يعني لا داند، ولا ممكن تعوضوه باللحم المفروم يعني الكفته، ديروا لها نفس الطريقه تشحروها، يعني كل وحده على حساب داكشي اللي عندها في الدار. فهنايا ملي شحرتهم مزيان غادي نضيف عليهم واحد الحبه ديال الجزر كبيره حكيتها، كتجي زوينه مع هاد الحشوه هذه، حكيتها هكا وغادي نخليها تطيب معاهم بهذا الشكل هذا. صافي هنا غادي نزيد ملعقه صغيره ديال الطماطم المصبره ولا مطيشه ديال الحك، معلقه صغيره، خففتها غير بشويه ديال الماء او طلقتها بشويه ديال الماء صافي. وخلطت كل شيء مزيان، كتعطينا شويه ديال الحموضه كتجي زوينه. فغادي نخليه واحد 5 دقائق على النار صافي، ونطفي ونخليها تبرد شويه، ونمشيو نوجدوا الصينيه اللي غادي ندخلوها للفرن. فهنايا غادي نستعمل البنات هاد الصينيه في هاد الحجم. اكيد كل ما كبرتو كل ما غادي تحتاجوا بطاطس اكثر وحشوه اكثر. فهنا دهنت الصينيه بالزبده وبديت كنستف، درت طبقه هكا من البطاطس، بطاطا اللي راكم تشوفوا معايا شرائح رقيقه هكا، وزعتها بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه، نحاولوا ما نخليوش الفراغات. من بعد غادي ندير نصف كميه الحشو، كنوزع حتى هو هكا من جميع الجوانب هكا كاع نوزعو. ممكن تضيفوا خضار اخرى ماشي غير الجزر، تقدروا تضيفوا القرع الاخضر اللي بغيتوا، يعني تضيفوه في الخضار ضيفوه. الفلافل كذلك، فلافل الوان حتى هي تشحروها وتضيفوها، يعني اللي كان عندكم في الدار هكا. حتى الوليدات كياكلوا وما كيعباوش بهذيك الخضار اللي درنا. فهنايا كما شفتوا درت نصف كميه الحشو، وليت درت فوق منهم يعني طبقه من البطاطس
بنفس الطريقه اللي ديما البنات كنحيروا بزاف، وانا منكم ديما كنحيروا في الوصفات، خصوصا تاع العشاء. كاع الغداء سهل حاله، بصح العشاء كتبغي شي حاجه اللي تكون سهله خفيفه وفي نفس الوقت تشبعك مغذيه. مع فصل الشتاء ما نقدروش نباتوا بالعشاء، خصنا ضروري العشاء. فهنا ملي درت الطبقه ديال البطاطا غادي نولي نكمل كاع الحشوه اللي بقات لي، نوزعها كامل على الوجه. عطيتكم البنات بزاف نتاع افكار العشاء، وجبات العشاء ما عليكم، غادي تدخلوا للقناه وتفقدوا الفيديوهات وغادي تلقاو بزاف نتاع الوجبات اللي ناجحه وتقدروا تصوبوها بسهوله وفي وقت قصير. صافي هنا كملت كما شفتوا كاع الحشوه اللي بقات لي، وغادي نزيد اخر طبقه ديال البطاطا. يعني ديما ديروا عينكم ميزانكم، انا درت هنا 3 ديال الطبقات نتاع البطاطا، ممكن ديروا غير زوج طبقات، ديروا غير الحشوه في الوسط، يعني على حساب شحال راكو موجدين نتاع الحشوه نتاع البطاطا. صافي نغطيو بالبطاطا بهذا الشكل. دروك غادي نوريكم الخليط اللي غادي طبنا فيه هذه البطاطا اللي كيجي زوين بزاف. كتاخذوا واحد الاناء ولا اي حاجه. غادي نحتاج انا هنايا 200 مليلتر من الكريمه السائله، يعني كاس صغير من الكريمه السائله الخاصه بالطبخ. كانت عندكم ماذا بيكم، ما كانتش عندكم ماشي ضروري، كتاخذوا بلاصتها نصف لتر ديال الحليب. انا شنو غادي ندير هنا، خديت 200 مليلتر ديال الكريمه السائله ما يعادل كاس صغير، وغادي نزيد عليه كاس كبير ديال الحليب، كنخففها بكاس كبير ديال الحليب. ما عندكمش الكريمه غادي تاخذوا لي نصف لتر ديال الحليب فقط. صافي هنا ملي درت هذاك الشيء غادي نزيد عليهم زوج حبات ديال البيض، نهرسهم من فوق هذاك الكريمه اللي درنا، زوج بيضات. كذلك غادي ندير شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود، يعني شويه ما تكثروش، شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود. وغادي نخلط مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم، نخلط هذاك البيض حتى نحس به كاع تجانس، ونشد هاد الخليط ونخويه هكا فوق الصينيه. غادي نوزعه كامل هاد الشكل هذا. هذا هو الخليط اللي غادي طبنا فيه ديك البطاطا، جاي بحال لاباراي اللي كنصاوبو بها لي كيش. وكما قلت لكم ماشي ضروره البنات الكريمه، تقدروا ديروا غير الحليب مع البيض غيجي زوين وكيجي بنين. صافي غادي نوزعه كامل. اخر خطوه غادي نديرها واللي حتى هي كتبقى اختياريه، هي الفرماج. كديروا شويه ديال الفرماج باش كيعطي لنا هذيك الطبقه اللي ذهبيه من الفوق، كيجي زوين. فاي نوع نتاع الجبن اللي كتستعملوه، انا استعملت هنا فقط الجبن الاحمر، الجبن الاحمر العادي، ممكن ديروا الموتزاريلا ولا اي نوع اللي كتبغيوه. وزعتو على الوجه. فهاد الاثناء البنات شعلت على الفران يسخن باش يكون سخون مزيان. غادي نكمل هكا ندير الفرماج، وغادي نزيد من الفوق واحد الرشه ديال المعدنوس. غادي ندخلها للفران هاد الصينيه تقريبا 15 حتى 20 دقيقه، على حسب ما كتدخلوا السكين ديالكم كتلقاو البطاطا طابت. وشنو هي، غطيوها بورق الزبده هكا باش دغيا طيب لكم. وحنا البطاطا اصلا رقيقه دغيا غادي تطيب. صافي ملي تطيب كنحمروا لها الوجه ديالها وكنحصلوا عليها بهذه النتيجه. كتشهى البنات ما شهيتكم، كتجي بنينه ولذيذه، وكما شفتوا معايا سهله التحضير، ما فيهاش شي حاجه اللي كثيره. فهكا تنوعوا في الوجبات ديالكم، هكا تفرحوا وليداتكم، و كل مرة ديروا شي حاجة جديدة في ديوركم. فإلى عجبكم هذا الفيديو حبيباتي، دائما كنطلب منكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم. إلى عجبكم الفيديو دخليوا لي واحد لايك، ما غادي تخسروا حتى شي حاجة. ثاني حاجة بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش شوية يكون التفاعل، ونتشجع نقدم لكم المزيد من الوصفات. كذلك كنشكركم بزاف على تعليقاتكم، وعلى كل أخت خدات من وقتها وكتبت لي شي كلمة طيبة، شكرا بزاف لك أختي. فشتو معايا قطعت لكم قطعه كتجي هكا طبقات تاع البطاطا، وكتجي الحشوه في وسطها، كيجي شهوه منها البنات. كنصحكم تجربوها، وانا متاكده غادي تنال الاعجاب ديالكم. فهاد الفيديو ديالنا سالا هنايا اخواتي، ان شاء الله من المزيد من الفيديوهات القادمه. ما عليا غير نقول لكم خليتكم على خير، ونتلقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، ودائما مع شهوة صفاء. تحياتي لكم يا أغلى وأحلى صديقاتي.